حضنهم ما انت ملاكي نفس ما شمع حبوبة وصوت كثير حلو. رح نتعرفوا على هذه الموهبة الجديدة اللي عم بتحقق نجاح مميز في الفترة هذه الأخيرة في الإذاعات. كنا عم نسمع أبو جليبي امبارح، كنت بعدي عم بسمع أبو جليبي، حفظتها من امبارح لليوم. أبو جليبي وأم جليبي. أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ لا اخذ بس نفس اقدر اقعد. اي خذي نفس وتدفي شوي. برد صح؟ برد برا. برد صح؟ بس الناس مهضومين. ابدا بنكون عم نقدم بنقول الحلقه برا هيك بنكون مصدقين لا احميد مع العالم هيك مهضومين عم يتفرجوا. والايقاع العراقي والاغنيه العراقيه عملت جو. ايه مصريه دغري بتتحرك على طول. طيب خلينا نبتدي منها. ابو جليبي اللي عم نسمعها مكسر الاذاعات في الفتره هيدي، ما شاء الله حلوه كثير. كيف التجربه العراقيه ومع مين تعاملتي فيها؟ أول شيء مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. مزبوط أنه أبو جليبي هي آخر إصدار الأغنية لألي عراقية، وإجا صراحة بالصدفة التعاون مع الملحن نواس أموري والشاعر ضياء الميالي. كان لي يعني الشرف أتعامل معه مع أسماء كبيرة، بس أكيد أنا كنت مصرة أنه أعمل لهجة عراقية لأن كان عم بيكون عندي كتير حفلات على الأعراس لعائلات عراقية وعم غني باللهجة العراقية غير أغنياتي. فقلت أنه اللهجة العراقية صعبة، منا باللهجة السهلة أنك تغنيها، يعني أصعب من الخليجية حتى. فأنه أنا كتير بحب لهجتي فيها، فقلت انه اذا هالقد نجح باغاني غيري لازم انجح بغنيتي. ما كنت متوقعه صراحه يحبوه، يعني انه انا نقيت شيء. لا ايه فنقيت شيء انه انا بدي اغني انبسط بالاغنيه. لا كثير حلوه. فحبيتها. ثانك يو. انا يعني اخذت توب 1 من صار لها اسبوعين نازله بالامارات بالعراق بالكويت بالخليج. يعني بالسعودية. يعني انت كنت متوقعه هالقد تاخذ؟ لا 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 ما كنت عارفه. صرت هلا قالت لي ابو جليبي، قلت لي ام جليبي. ناي يعني سمعنا اكيد قبل انت قمري الاغنيه اللي انا كثير بحبها، وهلا ابو جليبي حسيت قد ايه فيك تغيري بصوتك؟ يعني فيك تعطي قوة بصوتي، فيك تعطي حنية، قادرة تتحكم بصوتي؟ هلا الحمد لله صوتي يعني متواع.
ممكن حسب احساس الاغنيه بحب اخذ صوتي بالنهايه انه حبيت مطواح حبيت فانه يعني حسب منحى الاغنيه بحب اخذها. يعني اللهجه اللبنانيه مثلا انه انت قمريك فيها كثير كلها كلام حب، فهيدا هو النهفة انه لما جيت تغني ابو قلابي كان الملحن جاي انه مفكر تغني ابو قلابي حياتي عمري ما انه غني البعض يعني بكتير انه كتير هيك رأي ففت على التجو ابو قلابي ودغرت نايمن وش يعني دغرت على متلهجة وعلى لهجة عراقية سهلة ابدا مثل ما قلت صعب. فهن اصلا افتكروا انه مطربة عراقية اللي عم تغني اولا لا يا عم لبنانيه والله برافو عن جد برافو. خبرينا يعني كيف كانت 2012 عليك؟ ايش عملتي فيها؟ كانت صح هو كانت رجعتي باغنيه انت قمري. بدي اشكر كمان الشاعر منير بعثاف والملحن هشام بولس والموزع ناصر الاسعد لانه يعني بعد غيبه رجعت تعاملت مع اسماء كثير كبيره ومهمه لبنانيه والي الشرف كمان اتعامل معهم. سويت الاغنيه فيديو كليب كمان كانت مع ريندا لقداح كمان ريندا لبوجهها للتحيات اكيد الحياة لريندا كمان هيك عملنا بيوتي شوتس وشوي يعرفوا العالم اكثر ناي يعني شكله عاده بيقولوا بالتي في غير الحقيقه طول هيدا انا شفت على الحقيقه كثير حبيت ساره شو موجود على التي في يلا نشوف يلا بنشوف ايه قرروا يلا عملتوها عشان ترجعوني رقمكم بس اوكي بدي اسمع شوي انا بدي احيي تحيه كثير كبيره للجزائر بالتحديد شفتي عندي فانز نو ثانك يو انك ذكرت الموضوع عندي فانز بالجزائر فاتحين لي بيج وافتكر انه انا جزائريه فانا بدي اوجه لهم تحيه كثير كبيره بوجه لهم تحيه بقول لهم بحبكم كثير وعلى فكره عشان الجمهور الجزائري من اصعب الناس جدا بيسمعوا اذا حبوا واحد خلص من انت قمري يعني عم بحكي بالقصه يعني وفاتحين لي فبقول لهم ثانك يو بحبهم كثير طب اهديهم شيء هلا شو بدي اهدي؟ اختاري ولا ما بعرف ابو قلابي كمان اللي بدك اي واي نوت يلا هاي انت بلاك النفس ما شمه طفل قلبي ردك مثل حضن امه تعال قلبي محتاجك ما يصبر على غيابك تعال قلبي محتاجك ما يصبر على غيابك احبك اريدك دربك يا حبيب امشي وانت بعيد عن دربي ابو قلبي ابو قلبي حياتي عمري ما حبوبي غبت عني ولقيت عطرك بثوبي الله الله ما شاء الله عليكي مين اللي قاعد يدعمك ناي
فنيا هلا احنا اعلاميا احنا فنيا انت نايف. انا على فكره يعني اول في بس الله رب العالمين معي وفي اهلي وعائلتي فقط لا غير. لان انا يعني كنت بعرف ان انا بال2006 نزلت اغنيه تعرفوا كليب من اهم بوقتها مع شركه انتاج. وبتعرفوا مع غياب شركات الانتاج ما فيك تعمل البومات اذا انت ما كنت تعمل حفلات. صح. فاضطريت غيب انا بفتره 6 سنين كنت عن جد عم بعمل حفلات عم بشتغل على حالي كثير. كفيت جامعه اكيد بهيدي الفتره لان انه ما حلو. اهلي انه لازم تكفي جامعه اول شيء وبعدين تعمل تختار اللي بدك اياه بالحياه تعمل. فخلصت جامعتي وهيك وحسيت انه لا ما بدي اشتغل بال بال بالميجرز يلي اشتغل يلي تعلمتهم بالجامعه. هلا انا عملت تو ميجرز انجلش ليتريتشر وعملت التربيه الموسيقيه ميوزيكال ادكيشن يعني في علم ميوزك. ما جربت تغني باللهجه الانجليزيه؟ لا لا لانه بحس انه انا شرقيه وصوتي شرقي وبحس في عندي كثير طاقات وانرجي بقدر اعطيها. يعني هالانرجي كنا عم نحكي عنها انا وبلال يعني مش معقول. ايه ناي عن جد ثانك يو تعطيها هالانرجي مع انه اليوم هادي لانه طرت شوي وقت هذا كان لازم ننزلها. انا ما بعرف ليه خليتونا انسوا كان لازم تيجي تعمل معنا الحلقه اليوم وطلعي كل الانرجي اللي عندي. مش سرعتهم على الهواء يعني عادة يكفول الاستوديو يلا فاليوم شوي رايقة. لا عن جد حلو ما شاء الله عليكي. طب خبرينا على الأغنية اللي عملتيها أنت وجورج دفوني واللي كانت للاجئين السوريين. سبق كان ضيف مع جورج دفوني. مزبوط. أول شيء بدي أجرب تحياتي لجورج لأن لازم هلا أكيد عم يحضرنا. أكيد بنحييه. أكيد عم يحضرنا. فنان كثير بنحبه ومميز جورج. أكيد جورج كانت الأغنية إجت بعد أنت قمري أغنية ديور جعلي. وثقبت انه ب 8 ديسمبر كان عنده اطلاق للالبوم ست الكل. انا طلعت شاركته باطلاق الالبوم ونحن عملنا عمل بالاحرى جورج كل الفند ريز للحفله للالبوم تبعه كان لريعه وللاجئين السوريين بلبنان. والاحلى كان انه بديسمبر رجعت طلعت على امريكا كمان كرمال شاركوا بالعيد ميلاده وهون كمان كان عمل خير اروع من هيك يعني ما بقى فيه. بالنسبة لي أحلى شيء إنه للأطفال الصغار يلي بيعانوا من الكانسر لسان جود هوسبيتال فكان لي كمان شرف إنه شارك بهيك مشروع خيري. يعني هذا أكثر شيء بحب يعني بيساعدني. حلو حلو. من هيك كنت أنا وزوج. الفن تدعمه بناي للاسف بقالنا لحظات بسيطه شو في عندنا مشاريع شو عم نسوي بما انه هلا جاي الامارات مؤخرا. مزبوط انا كنت بعد جايه من دبي لان كان عندي حفلتين هونيك خلصناهم وجينا وكنت عم بعمل ماركتينج لغنيتي ابو قلابي لحتلت المراتب الاولى بالاذاعات والتي في كمان. حلو. وجيت بما انه هالقد نجحت اوديو الحمد لله فجيت اصورها. مين هالعراقيه اللي جايه لبنان هلا بهالفتره؟ عراقيه شقره. عراقيه شقره جايه لبنان. فجيت اصورها. صح مزبوط رح اصورها مع انتاج عراقي. حلو. لان الاغنيه عراقيه فرح تصور انتاج عراقي لناجي الشمري يعني لشركه كتاره. اكزاكتلي قلت خليها تطلع مزبوط طابع كامل. مزبوط. او بدي اعملها بيرفكت او ما بدي اطلع والمخرج صفوان نعمه. قدرنا فبوجهنا تحياتي ويعني بهاليوم ثلاث ايام رح نكون بلشنا التصوير يعني بعدني جاي جديد وراكبه وهيك فهودي التحضيرات والفالنتاين رح يكون بلبنان اذا الله راد قريبا كمان رح يطلع الدعايه بعد يومين وجاي كثير بزخم وانرجي زيدي اعطيني بدي اتشكركم ما بقى معنا وقت كثير اول شيء اشكركم الكم على الاستضافه بدي اتشكر العتول اللي بيهتم لي باللوك تبعي صالون داني شالهو بدي اوجه تحياتي لانه ثانك يو ولمزيكا ناو عتول مرافقيننا كمان اعلنيا حلو وهلا مزيكا ناو شو بتحب No. يلا سمعينا اي شيء كان يخدم فيه الحلقه إيه؟ اللي انت بترتاحي فيه. قلبي سعيد بحبه ورده بالجزائر كثير حاطين ليك على اليوتيوب ايش اسمه بحبهم قلبي سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد فرحان فرحت قلبي تهنى أيوة تهنى بيوم العيد حبك خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا حبك خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا كله جديد
جديد، كله جديد في جديد. يا حياتي يا حياتي يا حياتي. لا طبعا في شيء احنا بتاع كل مولي ناكس ما كل شيء. لا ثانك يو سو ماتش عن جد اميزنج. انا تعرفنا عليكي وشكرا كثير ومحا ما خلص دبستي فينا ودبسنا فيكي. رح نلحقك وين ما تكوني يلا ان شاء الله سون بعد ما نصور الكليب بنجم نعرضه عندكم. يا اهلا وسهلا بيتك ببيروت كلكم ابو قليبي كلنا ام قليب واحنا ام القلابات وانا ابو قليبي. شو حيساع القلب ليساع الله يسعدك ويخليك يا رب وينازل حيك. ثانك يو سو ماتش عن جد. شكرا لكل المشاهدين استمتعنا بوجودكم معنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل ما قدمناه. غدا نفس المكان والموعد 6:30 بتوقيت بيروت 7:30 بتوقيت السعوديه. انتبهوا لي على حالكم تويتر وفيسبوك والاشياء. هلا بعد لحظات راح ننضم انا وساشا لكل المشاهدين. يلا انتبهوا لي على حالكم ونشوفكم ان شاء الله. تشاو تشاو. Solidaire.